دايمة وبالعز إن شاء الله يا أبو مزعل. صحة وهنا يا أبو مهاول، صحة وهنا على قلبك. يا أبو مهاول، أنا نسيت عرفك على ابن عمي ممدوح، ممدوح الخسعة أبو مرسال. هذا نديم ظريف من الندماء المعدودين بكفر الطبنجة وتوابع. يا هلا يا هلا أبو مرسال. يا هلا بيك. أبو مرسال، ترى أبو مهاود صديقي وحبيبي جاي من الرقة و... من الرقة جاي. أهلا وسهلا ومرحبا. أنا كنت عم أقول بنفسي لهجته مش غريبة على أذني، عايش لأني أنا 8 سنين في الرقة. العمى أبو مرسال بلش يكذب، الله يجيرنا من هالليلة. هذا أبو مرسال بحياته ما نزل على الشام، شو أخذوا على الرقة؟ لك إذا بيشوف الرقة على الخريطة ما بيعرفها. لك خلينا نسمع شو عم يحكي. وأني يا أبو مهاود، وأعوذ بالله من كلمة أني، كنت مضي الليل ونهار يم النهار جنبه، يعني صبر نهر حده. مفهوم يا أخوي مفهوم. قصدك نهر الفرات؟ إيه، نهر الفرات العظيم. مش بيقولوا عن النهر عظيم؟ هو بجد عظيم. تلاقيه بالليل هيك عم يهدر هدر، فوقاني تحتاني عم يتلعبج لعبجي، ومنظره حلو كثير 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 حلو، عم يفور فوران كأنه يعني بقلبه مفخات. ويا ما كنا بالصيف ننزل آني وبومرداس الإدلبي نسبح بميته بالليل، والقمر بيدي يربق سيدي والنسمة عليلي. إيه بالله يا خيب ومحريز، بالليل ما فيش أحلى من السباحة بنهر الفرات بالليل، وخطرة من الخطرات يا أبو مهاود. صارت معانا قصة بتجيب لهول هالولدان وتقشعر لروع هالأبدان. وخير، وش صار وياكم؟ ها كنا مرة أنا وأبو مرداس عم نشلح ثيابنا وبدنا نضرب قادوس بالنهر، يعني نشك رواسي بلغة الشوام. وإذا بيجي علينا واحد منظره مش مريح عم يتلصص لصلصة. أبو مرداس، شايف مثل ما لي شايف أنا؟ شايف هالزولة اللي جاي علينا من بعيد ونحن عم نشلح أوعينا؟ إيه والله، يا ترى شو قصته؟ مبين قصته مش نظيفة يا أبو مرداس. بقى أحسن شي ما عاد ننزل على النهر، ما بدنا نسمع بطلنا. الحقني تأقل لك، الحقني. لوين أبو مرسال؟ ليكون خفت منه وخريطتها؟ لك شو خريطت انت الثاني؟ شو هالكلام الكبير؟ بس نحن لازم نتخبى ورا هالفلوكة ونراقبه من بعيد. شو رأيك نشيل التياب قبل ما يسرقون؟ لا يا أبو مرداس، غلط نشيلون، غلط وأكبر غلط. امشي تأقل لك، امشي ولا امشي. وقف عندك ولا وقف عندك، وقف وقف، حرامي ولك حرامي، وقف عندك ولا حركي. علي الطلاق بالثلاثي، اذا بتحرك حركي وحدي ما تلوم غير حالك. فهمتي شو ولا ما فهمتي شو؟ امشي 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 ولك. وقذبتو؟ قذب اليد، الله وكيلك. وقصرتوا فيه يا شباب، الحرامية كتار بهالدنيا. ايه يا ابو مرسال، شو عملتوا فيه بعدين؟ سلمتوه للمخفر؟ مخفر؟ مش عيب يا ابو يحيى، خيك ابو مرسال يمسك حرامي ويسلمه للمخفر. خال مخفر قال يعني فلتوه؟ شلون بدنا نفلتوه يعني؟ شو شغل فوضى ولا يغمى يعني هيك؟ لكن شو عملتوا فيه؟ جايكم بالحكي يا شباب. هذا يا سيدي لفيناه بالبطانية وحزمناه بقشاط البنطرون تبع ابو مرداس الادلبي، وقعدنا جنبه لنتشاور. تعرف أبو مرسال، يا ريتنا قطشنا له أدانه وطعميناه للقطة، أو يا ريتنا قطشنا له. هلأ أنت ما عندك غير القطش ولا؟
ساعدني شوي. يلا ها. تعرف تغني كرسي كراسي؟ ايه بعرف بعرف. يلا واحد اثنين ثلاثة. كرسي كراسي استنى علي بس شوي راح يخطي وقع في المي. كرسي كراسي استنى علي بس شوي راح يخطي وقع في المي. كرسي كراسي استنى علي بس شوي راح يخطي وقع في المي. كرسي كراسي استنى علي بس شوي راح يخطي وقع في المي. كرسي كراسي. يا ابو مرسال. اي هالسالفة صارت بجد؟ ولو يا ابو مهيواد الا بجد. ومتى صارت هذه السالفة؟ يعني من شي 20 سنة تقريبا. والزلمة اللي رميتوه بالمي شنو وصافه؟ تتذكره؟ الا بتذكره مربوع القامة له شوارب وخال من هالجنب. لا بالله لا بالله حتى ما يصير كذب من هالجناب. ايه هو ذاته يخرب بيتك يخرب بيتك ولا نخرب بيتك يا واطي. ايش تقول؟ اللي قتلتوه اللي قتلتوه يا واطي. ولد عمي هايش. ولد عمك قتلنا هوش. هي هاي هوش. طول بالك. او شنو اسم ربيعك الادلمي؟ طول بالك يا ابو مهاوي طول بالك. اهدى يا عمي اهدى واهدى ولا تطوش. اكيد في التماس. ما أدركك غير تقول اسم ربيعك الأدلبي. يخرب بيتكم يخرب بيتكم تقتلون الرجال وما حد يدرى بيكم. طول بالك يا أبو مهاود طول بالك نفهم شو القصة. وإذا كان هو القاتل حقك عمتي. طول بالك. اللي يا أبو مسال شو القصة؟ القصة وبتسألني كمان شو القصة؟ مش أنت ملا أنت قلت لي أحكي القصة لضيف مشان تسلها. صحيح بس هو أنا حكيت قصة قصدي كذبت قصة من عقلي. لا 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 أنت ما كذبت. إحنا لقينا جثة ولد عمي هاي طايفة فوق النهر ومربوطة بحزام وبطانية. بس أنا كنت عم بكذب يا أبو مهاود عم بكذب والله العظيم كنت عم بكذب يا أبو مهاود كنت عم بكذب. طيب اسأل الشباب اسأل الشباب يا أبو محرز أبو يحيى يا عمي أبو مزويل يا أبو مسعيل مشان الله تنصوني. مش كل يوم أنا بكذب عليكن مش أنا كذاب يا رجل يا أبو مهاود. أنا كذاب من الدرجة الأولى كذاب فشار بفشر كثير. مش هيك يا أبو يحيى مش هيك يا أبو محرز مش هيك يا أبو مزعيل. وينو وينو أبو مرسال الكذاب؟ يا عيب الشوم عليك يا أبو مرسال. مو عيب تقول عني إني أنا وقعت من بير القبلي؟ يا عيب الشوم. سمعت سمعت في إذنك يا أبو مهاود. أنا كذاب كبير على مستوى رفيع بهالمنطقة. أنا أكبر كذاب بهالمنطقة. كذاب أنا كذاب عشر كذاب كذاب والله العظيم كذاب. خلص خلص يا أبو أخوي سامحتك بدم ولد عمي هايش. ولي شو عمي؟ هلأ فهمك يا أم مرسال ويا أم هزاع عن القصة بكاملة. شو أنا شوفي شو الخبر؟ القصة ما فيها أنه صديقي أبو مهاود لعب دوره على أكمل وجه. شو لعب؟ لعب بشو؟ شو لعب قلولي؟ ما بخبي عليك يا أبو مرسال تفات أنا وصديقي أبو مهاود إذا حس أنه أنت عم تكذب عليه يعمل معك مقلب. مقلب؟ لحظة 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 يعني انت يا ابو مسعيف قلت له انه يقول هذا ابن عمي هو عيو هايش؟ لا والله ليش انا بعرف شو بدك تكسب عليه لحتى اقول له. لحظه 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 بفهم انه هالحكي ان ابن عمك هيوش ما لقيته غرقان بالفرات؟ لا 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 مو غرقان. ولد عمي بخير ومن شهرين اتجوز اختي كمان. العم لكان الرجال اللي طبيناه بالفرات انا وابو مرداس الادلبي. مين هو؟